في قرية من القرى، في قرية من القرى كان هناك رجل أكرمكم الله لديه حمار، يعمل عليه حمار. نعم. مشترنا نبرشي ونرجت يمنا نعبوتا في سين. ومات هذا الحمار. أكرمكم الله. ناتي يوم في سين فهذا الرجل قال هذا الحمار يعني قام بخدمتي سنين طويلة، أنا لا أتركه لله أكرمكم الله الكلاب تأكل، لابد أن أصنع له قبر. رفنيت زلي تقول لي أقول رماتي يجي فلو فتي أقول رتيا نياس زلينا نعطيعنا زوقف النهاز ما تنتين تونا ما زلنا بدرش أنا بيراج ما ما تواج كريم شتكين وانجي اللي كفا يجي أنا بوار مفاسن. خرج في أطراف القرية، خارج القرية فوقش فين اللي تويرنا اللي مكتين البلاس وحفر حفرة عميقة ووضع فيها الحمار. أنا قاعد لا مكان عنده بيشنا اللي بنوري. ثم رجع إلى بيته متعبا ونام. ثم جهر نتلاقى مريض نطوش. يوجد رجل من أهل القرية مشي للعنة رجلي لتبمن تبتاني ونام البيجد. وهو يمشي خارج القرية. لا سجى فوقي فين اللي تنام. رأى هذا القبر. ميتا لفاسنا للعنة رجلي. فرجع إلى أهل القرية. زيرنا تمني فوق الوطن. وقال يا أيها الناس. أنت تبدو جوه يا درو زنم تبدو ألموا تعالوا. أفيا درو نتشين زان درو ملاك درو نفيا منطونا. ماذا حدث؟ إن زمت نتعلم برنا. قال رجل من الصالحين دفنته الملائكة بليل أطراف القرية. مش دي لا تشعر مش مين تزاني نجيب درو وزيك مش دي لنتنانا. خرج أهل القرية كلهم وأخذوا يطوفون حول القبر والذي يدعو والذي يذبح والنساء. استيقظ هذا صاحب الحمار لم يجد احدا في القرية. خرج يبحث عن اهل القرية ماذا حدث. وجد هؤلاء يطوفوا حول القبر ويذبحوا. قال ماذا تصنع؟ قال هذا رجل صالح دفنته الملائكة بليل. قال هذا حماري. تعبد البهائم تعبد الصالحين لا يعبد إلا رب العالمين. كثير إلا من رحم الله من الدول من يعبد قبور حيوانات حتى قبور مشركين. ما أعرف إذا فتحت كيف ولا مين أبونيت من بنتاني ميشي منوكو فاسن الجيبي من دي أتم منوكو فاسن لني كفيل سبينش. في بعض الدول قبور يحج إليها أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام. مشتنا ويشي بنتاني من فتحت كيف ما أعرف من دي أنت يا مطوان كراو من دي حاجة كما يقول من دي منو حاجة مات. أكثر من 3 ملايين يحج إلى قبور إلى قبر واحد. يعني